عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنستكمل مع بعض محاضرة من محاضرات الأرثروبودز. عنوان محاضرتنا النهاردة بتتكلم عن الفليز. زي ما احنا عارفين there are three main classes of arthropods. عندنا three classes of arthropods: class insecta, class arachnida و class crustacea. محاضرتنا النهاردة بتندرج تحت class insecta، وزي ما احنا عارفين برضو ان class insecta ليها four orders. اول order عندنا order diaptera اللي هي درسنا فيها الفلايز والموسكيتو والساند فلاي، واوردر سيفونيبترا اللي هي الفليز، والاوردر هيمبترا اللي بيندرج تحتها البكس، واخر اوردر عندنا اللي هو الانوبلورا اللي هم بندرس فيها اللايز. الاوردر او الاوردر بتاع النهارده اللي هو الاوردر سيفونيبترا اللي هم الفليز، اللي هم برضو بالعربي البراغيث او البرغوث، بيكون له جنرال كاركترز. ايه هي جنرال كاركترز بتاعت الفليز اللي عندنا؟ بيكون سمول من 2 ل 3 ملي، وبيكون براون ان كولر، وبيكون بايلاترالي كومبريست، وهاف نو وينجز، يعني الثوركس بتاعه نوت كاري اني وينجز بات هاف سترونج ليجز فور جامبينج، اند ات از فورمد اوف هيد ثوركس اند ابدومين. تمام، لان احنا عارفين زي ما قلنا ان هو اوردر سيفونيبترا تابع لكلاس انسكتا، والكلاس انسكتا عموما بتتكون من هيد وثوركس وابدومن، والهيد بتكون مزوده بالانتنا، والثوركس بيكون مزود باللجز، واللجز وممكن يكون مزود بالوينجز. بس في حاله النهارده او في الاوردر بتاعنا النهارده اللي هو السيفونيبترا اللي هم الفليز، هاف الثوركس عندنا هاف نو وينجز، only have strong legs for jumping. اوكي اوكي، طيب نمسك جزء 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 في المورفولوجي او جنرال كاركتر نتكلم عنها. نتكلم عنه في المورفولوجي هو الهيد. الهيد carry or has two simple eyes and these eyes may be absent. mouth of both male and female adapted for piercing and sucking blood to take blood meal and has short antenna composed of three segments. These antenna lies in special grooves behind the eyes. يعني لو بصينا للصورة اللي قدامنا على ايدنا اليمين عندنا الاي موجودة الهيد وفي الاي وفي جروف behind الايز contain الانتنة. تمام تمام. تاني بارت عندنا الثوركس formed of three segments. As we know in class insecta الثوركس composed of three segments. اول segment بنقول عليها بروثوركس، تاني segment ميزوثوركس، تالت segment ميتاثوركس. اوكي، this thorax carry three pairs of strong legs. زي ما هي باينة عندنا في الصورة عندنا البروثوركس والميزوثوركس والميتاثوركس، each segment carry one pair of legs. يبقى total في 3 pairs of legs. اوكي اوكي، and they has no wings. ده بالنسبة للثوركس. طيب نخش على الابدومين بتاعة الفلي. بتكون formed of 10 segments، بتتكون من 10 segments. on the dorsal part of the ninth segment، يعني على السيجمنت رقم 9، there is a round structure called pygidium. This is a sensory organ. الفانكشن بتاعته for sensation. اوكي، and on the seventh segment there is a stiff bristle، شعراية موجودة على السيجمنت رقم 7 called antipygidial bristle. ايه وظيفتها او ايه الفانكشن بتاعتها؟ بتستخدم في الديفرنشيشن بتوين الديفرنت سبيشيز اوف فليز. اوكي، لحد دلوقتي كمورفولوجي ان جنرال عرفنا ان هي الفليز تبع اوردر سيفونيبترا اللي هي تبع كلاس انسكتا. كجنرالي كده المورفولوجي بتاعها بتكون من هيد وثوركس وابدومن، وقلنا ان الهيد عليها تو سيمبل ايز، الثوركس في carry strong legs but has no wings، الابدومين قلنا formed of 10 segments and there is
أبيجيديام on 9th segment and antibiogedial breaster on the 7th segment. اوكي تمام. افرق بقى الميل من الفيميل ازاي؟ لو بصينا هنا عندنا في الصورة اللي على ايدنا الشمال عندنا ده الميل فيلي، عرفناه ازاي؟ بيبقى عنده ميل organ called adipose has spring like adipose موجود في posterior عندنا هنا في السبرينج اور سبايرال شيب اديجاس، ده الميل اورجان، ده اللي بيفرق لنا الميل واقول ان ده ميل فيلي. طب اعرف الفيميل ازاي اللي موجود على ايدنا اليمين؟ برضو ببص على البوستيريور بارت او البوستيريور اند بتاعتها، ما بلاقيش بقى السبايرال اور سبرينج لايك اديجاس، لا بلاقي فيك كاما شيبد او كيدني شيبد ساك بنقول عليها اسبرما ثيكا. للميل والفيميل عندنا كديفرنشيشن، يبقى بنفرق الميل عن الفيميل في ميل اورجانز في الميل بنقول عليه اديجاس اللي موجوده في الرسمه اهو على ايدنا الشمال، وفي في الفيميل في كاما شيبد اسبرما ثيكا الموجوده في الرسمه على ايدنا اليمين بتكون كيدني شيبد وكونتين السبرمز افتر ميل فيرتلايزيشن. اوكي بعد ما اتكلمنا عن الجنرال كاركترز هندخل دلوقتي على التايبس اوف فيليز او الكلاسيفيكيشن اوف فيليز. بنعمل لها كلاسيفيكيشن او بنقسمها اكوردنج ذا كوم لنون كومبيد فيليز وكومبيد فيليز. نيجي الاول للنون كومبيد فيليز، عندنا فيه 3 تايبس، 3 انواع عندنا. اول واحد اللي هو بيوليكس اريتانس او بنقول عليه الهيومن فيلي، يعني الهوست بتاعه بيكون الهيومن. وتاني طيب عندنا اللي هو زينوبسيلا تشيوبس، ده رات فيلي الهوست الرات. وتالت نوع عندنا اللي هي تانجا بنترانس او بنقول عليها الساند فلي. تمام دول اللي هما النون كومبيت فيليز. افرقهم التلاتة عن بعض ازاي؟ البيوليكس اريتانس ده الهيومن فيلي عندنا زي ما هو موجود في الصورة، الهيد بيتكون برضو من هيد وسوركس وابدومن زي باقي الكاركترز اللي احنا عارفينها العادية، بس بيكون له اوكولار بريستل شعرة موجودة عند الاي وبوستيكي فالك في اخر الهيد بتاعته، بوستيكي فالك بريستل بتكون سنجل، هي شعراية واحدة موجودة بوستيكي فالك. لكن لو رحنا على الزينوبسيلا زي ما هو في الصورة قدامنا بتبقى فيه برضو اوكولار بريستل، بس عنده البوستيكي فالك بريستلز بتكون سيفرال بريستلز مش سنجل زي البيوليكس. هو ده بس اللي يفرق الزينوبسيلا عن البيوليكس؟ لا، في حاجه كمان زي ما احنا شايفينها مع بعض في الصوره اللي هو اللي انا بشاور عليه ده، اسمه ميزو بلورال سوتشر. ميزو بلورال سوتشر ده عباره عن سوتشر او خياطه كده موجوده على الميزو ثوركس. تمام، يبقى ده ازاي اعمل ديفرنشيت بين البيوليكس والزينوبسيلا، في الاثنين فيهم اوكولار بريستل والاثنين فيهم البوستيكي فاليك بريستل، بس البوستيكي فاليك بريستل في حاله البيوليكس بتكون سنجل، لكن في الزينوبسيلا بتكون سيفرال، بلس ان في ميزو بلورال سوتشر موجود على الميزو ثوركس بتاع الزينوبسيلا تشيوبس اللي هي الرات فلي. طيب نيجي للنوع الثالث في النون كومبيت فليز اللي هو التانجا بنترانس او بنقول عليها الساند فلي. تمام، دي مميزه في شكلها في المورفولوجي بتاعها زي ما واضح في الصوره كده، الهيد بتاعتها بتكون شبه التريانجل كده وبتكون عامله انجل وبتكون لارجر زان ذا ثوركس، والثوركس بتاعها بيكون كومبريسد زي ما واضحه كده في الصوره، بتكون الهيد وبتكون لارجر زان الثوركس والثوركس بتاعها بيكون كومبريسد وحجمه صغير بالنسبه للهيد. تمام، يبقى دول الثلاثه انواع عندنا بتوع النون كومبيت فيليز، البيوليكس اريتانس والزينوبسيلا اند التانجا بنترانس. طيب نيجي للكومبيت فيليز، هي كلمة كومب يعني ايه؟ كومب يعني مشط زي باين عندنا في الصورة هنا شبه المشط كده. تمام، في بقى الكومبيت فيليز دي لقينا ان في طيب بيبقى عليه وان كومب بنقول عليه كيراتوفيلس فاشيتاس، برضو يعني بنقول عليه رات فيلي، يعني الهوست برضو هنا بيكون الرات. طيب بيكون only one comb بنسميه برونوتال comb، يبقى الكومب اهو موجود بنقول عليه برونوتال comb،
يبقى لما الاقي المنظر دوت موجود يبقى اعرف ان السبيشيز ديت اللي موجوده بنسميها الكيراتوفيلس. طيب لو في تو كومبس برونوتال كومب هنا موجوده اهو، وفي كمان هنا عند الماوس بتاعها كومب تاني بنطلق عليه جينال كومب، يبقى النوع ده بنقول عليه تينو كيفلس كانز. كانز جايه من الدوج، عشان كده بنقول عليها الدوج فيلي، يعني الهوست بتاعها بيكون الدوج. تمام، يبقى سهل جدا الكلاسيفيكيشن بتاع الفليز. قلنا نون كومبت وكومبت. النون كومبت في 3 تايبس، البيولكس والزينوبسيلا اند تانجا. والكومبت في 2 تايبس زي ما هم قدامنا، بنعمل لهم كلاسيفيكيشن او ديفرنشيشن اكوردنج للنمبر اوف كوم. لو 1 كوم يبقى الكيراتوفيلس فاشيتاس اللي هي الراد فيلي، وقلنا عليها كومب واحد بنقول عليه البرونوتال كومب، موجود على البروسوركس في اخر البروسوركس الجزء السيجمنت ومغطي جزء من الميزوثوركس. لو لقينا فيه 2 كومبس برونوتال كومب على الثوركس وعند الماوس في اللي هو جينال كومب، يبقى دي التينو كيفيلس. تمام تمام. برضو الكلاسيفيكيشن دي بتبين لنا ان في تايبس الهوست فيها بيكون الهيومن زي البيولكس، وفي الهوست بيكون الرات زي الزينوبسيلا، وفي هوست بيكون الدوج زي التينوكيفيلس. طب ده يقول لنا ان الفلي هوست سبيسيفيك بارازايت؟ نو، نون هوست سبيسيفيك بارازايت. يعني ايه؟ يعني الفلي مش معنى ان اللي هو هيومن فلي البيولكس الهوست بتاعه الهيومن انه ما يقرص او يعمل بايت لرات، لا why not، يعمل للرات برضو يعمل لها بايت، يعمل للدوج وهكذا في بقية الانواع. يعني الزينوبسيلا معروفة ان هي رات فيلي الهوست بتاعها الرات، بس هي مش سبيسيفيك للرات بس، يعني لو موجود في مكان ومفهوش رات بس موجود هيومن يعمل له بايت، يعمل له بايت. يبقى نستنتج من الكلام ده ان الفليز دي نون سبيسيفيك هوست. يعني ايه؟ ملهاش هوست سبيسيفيك ليها، يعني وارد جدا ان يكون الفلي بتاع الهيومن يعمل بايت لعادي لرات اللي دوج، وهكذا الرات فلي يعمل بايت للهيومن. تمام، يبقى دي المعلومه دي لازم تكونوا عارفينها، اللي هي نون سبيسيفيك هوست او نوت سبيسيفيك هوست للفلي. تمام، بعد ما خلصنا الجنرال كاركترز بتاعتنا في المورفولوجي، وبعد ما خلصنا الكلاسيفيكيشن بتاعه الفليز، نخش على اللايف سايكل. زي ما احنا متعودين في اللايف سايكل في الارثروبودز عموما، بيهمني اعرف الميتامورفوزز نوع ايه والبريدنج بليس بيحصل فين. الميتامورفوزز هنا في الهوا في الاوردر سايفونيبترا او في الفليز عموما، زي بقيه الكلاسز بتاعه الانسكتا اللي خدناها قبل كده، الموسكيتو والفلايز والساند فلاي، بيكون كومبليت ميتامورفوزز. يعني ايه كومبليت ميتامورفوزز؟ يعني الايج يدينا اللارفا، واللارفا بعد كده تدينا البيوبا، والبيوبا تدينا الادلت ستيج. تمام تمام. طب البريدنج بليسز اللي بيتكاثر فيها بيكون اون ذا جراوند، يعني بنلاقيه on the ground. تمام. طيب الاجز بتاعتنا بتكون اوفال ووايت. اللارفا بقى بتاعت الفلي بتكون كاركترستيك زي ما في الصورة عندنا هنا، بتكون بتتكون من هيد وثوركس وابدومن، والابدومن بتاعتها حوالي 14 سيجمنت 14 سيجمنت، وكفرد باي هير دايركتد بوستيريور، وعندنا بتكون هاتش افتر من 3 لـ10 دايز، وبتكون فيري اكتف وسلندر ان شيب، وزي ما قلنا ان هي بتتكون من 14 سيجمنت وافتر من 2 لـ12 داي بتدينا البيوبا، والبيوبا بعد كده بتدينا ادلت. تمام، الادلت كان ليف فور ا يير اور مور. بس في هنا برضو حاجه في اللايف سايكل، احنا قلنا ان الايج بتدينا اللارفا واللارفا بتدينا البيوبا. البيوبا هنا في اللايف سايكل بتاعة الفليز بتكون covered by material بتعمل لها protection. في الحالة دي بنسمي البيوبا في الفليز كلمة كوكون. كوكون يعني بتبقى cover themselves with a material to keep it protected. protected من ايه؟
من لو حصل ان احنا عملنا لها كنترول ورشينا انسكتسايدز في الحالة دي ما بتموتش البيوبة او الكوكون بتاع الفلي. تمام خلاص. يبقى اللايف سايكل قلنا ان الميتامورفوزز نوعه كومبليت ميتامورفوزز، ان الاج هتدينا اللارفا واللارفا هتدينا البيوبة، والبيوبة هنا في الفليز في الحالة دي بنسميها كوكون، وبعد كده بتدينا الادلت. وقلنا ان البريدنج بليسز بتاعها بيكون اون ذا جراوند، وان الايج بتاعه الفلي بتكون اوفال اند وايت، وان اللارفا بتكون سلندر ان شيب وبتتكون من هيد وثوركس والابدومن، والابدومن بتاعتها عباره عن 14 سيجمنتس. تمام دي صوره توضيحيه لللايف سايكل بتاع الفليز. عندنا الادلت فلي بيدينا الايج اوفال وايت ان كلر اهي، وبعدين بيدينا اللارفا، واللارفا في الاخر بتدينا البيوبا اللي هي كفرد باي اماتيريال، وفي الحاله دي بنطلق عليها اسم الكوكون، وبعد كده بتطلع وهاتش بتدينا في الاخر الادلت ستيج تاني. اوكي الخطوه اللي بعد كده، او هنتكلم بعد كده عن الميديكال امبورتنس اوف فليز. هو انا بدرس الارثروبودز في الميديكال باراسيتولوجي ليه؟ لان بيكون لها ميديكال امبورتنس، فلازم اتعرف الاول زي ما قلنا على المورفولوجي بتاعها، وبعد كده على اللايف سايكل بتاعتها، وبعد كده لازم نعرف ايه الميديكال امبورتنس اوف فليز. زيها زي اي ارثروبود ان هي كان ترانسميت ديزيز، تستطيع ان هي تنقل ديزيز، او هي نفسها كوز ديزيز، او تكون انترميديت هوست لبرازايتس تانية. تمام طيب، في حالة الفليز هنا ترانسميت ديزيز، ترانسميت نوعين من الديزيز، البليك او بنقول عليه البلاك ديث، وبتنقل الانديميك تايفس فيفر. تمام، كوز برضو حاجتين، بتعمل فلي درماتيتس نتيجة البايت فبيبقى فيه درماتيتس، وبتعمل ديزيز اسمه تشيجرز ديزيز. اوكي وبتبقى برضو انترميديت هوست، بس خلوا بالكوا انا عامله سيركل هنا على الايه، اللارفا بتاعه الفلي هي اللي اكت اس انترميديت هوست لتو بارازايتس خدناهم في المنهج في الهيلمنتس، اللي هي الهايمينو لبس ديمينيوتا والدايبليديام كاناينم. ليه اللارفا؟ احنا قلنا في الاول خالص في الجنرال كاركترز او في المورفولوجي بتاع الادلت سواء ميل او فيميل، ان الماوس بارت ادابتد فور بيرسينج and sucking the blood. Okay, here the larva characterized by its mouth adapted for chewing، يعني بيقدر يمضغ الحاجات والاكل، فبيتغذى على الاورجانيك ماتيريالز الموجوده في السويل او موجوده في الاستول. فبالتالي في حاله البارازايتس او السيستودز دول، دايبليديام كاناينم او الهايمينولبس ديمينيوتا، الايج بتنزل في الاستول، اللارفي بتاعه الفلي لو اتغذت على الستول ده اللي فيه الايج، فبالتالي بتعمل سوولو للايج، والايج بتتحول جوه اللارفي بتاع الفلي للانفكتيف ستيج اللي خدناها قبل كده، اللي هي السيستي سيركويد، سواء السيركوسيستيك سيستي سيركويد في حاله الهايمينو لبس ديمينيوتا، او الكريبتوسيستيك سيستي سيركويد في حاله الدايبليديام كاناينا. تمام، يبقى هنا الميديكال امبورتنس ثلاث حاجات، ترانسميت ديزيز وده الادلت اللي بيعمله ترانسميشن، كوز ديزيز وبرده هنا الادلت هو اللي بيعمل كوز للديزيز، انترميديت هوست تو سيستودز اللي هم الدايبليديام كاناينم والهايمينو لبس ديمينيوتا، ودي بتكون عن طريق اللارفا، وعرفنا ليه اللارفا هي اللي بتكون انترميديت هوست للبارازايتس دي. تمام، نمسك بقى حاجه نتكلم عنها. اول ديزيز الفلي بيعمل له ترانسميشن هو البليك، او بنقول عليه البلاك ديس. يهمني في اي ديزيز في الارثروبودز بيحصل له ترانسميشن ابقى عارفه ايه الاورجانيزم اللي بيعمل كوز، الكوزيتيف اورجانيزم اللي بيعمل الديزيز ده، ايه النوع الترانسميشن، وانتوا خدتوه الترانسميشن هل هو بروباجيتيف ترانسميشن، هل هو سايكلو ديفلوبمنتال، هل هو سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. يبقى يهمني الكوزيتيف اورجانيزم رقم واحد، يهمني التايب اوف ترانسميشن، تالت حاجه المود اوف ترانسميشن، ازاي الترانسميشن ده بيحصل. هنا في حاله البليك عارفين ان الكوزيتيف اورجانيزم
البكتيريا اللي بتنقله اسمها يرسينيا بيستس. تمام، يبقى البليك ده اكيوت انفكشوس ديزيز كوزد باي يرسينيا بيستس، يبقى ده عندنا الكوست اوف اورجانيزم. تمام، التايب اوف ترانسميشن احنا متفقين ان اي بكتيريال ديزيز او فيرال ديزيز نوع الترانسميشن فيه بيكون ايه؟ ايوه بالظبط، بيكون بروباجيتيف ترانسميشن. تمام، يبقى قلنا الكوست اوف اورجانيزم في البليك اليرسينيا بيستس، قلنا التايب اوف ترانسميشن بيكون بروباجيتيف ترانسميشن. نيجي بعد كده للمود اوف ترانسميشن، في حاله البليك ازاي الفليه بتنقله؟ بتنقله عن طريق الفوميتاس بتاعها او الريجورجيتيشن للبلاد ميل اللي فيها الكوزيتيف اورجانيزم للبليك. تمام، بس قبل ما نقول ازاي بيحصل مود اوف ترانسميشن، البليك ده بيبقى له رابيد كورس. تمام، وده ديزيز اسينشال في الرودنت. تمام، وترانسميتد باي رودنت فلي سبيشالي الزينوبسيلا، وهنقول دلوقتي ليه الزينوبسيلا هي اللي بتنقله. تمام، يبقى ده اول بوينت عندنا او اول ديزيز يحصل له ترانسميشن اللي هو البليك. طيب نيجي بقى نقول المود اوف ترانسميشن، في كده مصطلح بنقول عليه البلوكد فلي. لما نسمع كلمه بلوكد فلي ده نقول يعني ايه بلوكد فلي؟ لو شرحنا الوقت مع بعض طريقة الترانسميشن زي ما قلنا هتفهموا يعني ايه بلوكد فلي. احنا قلنا ان الفلي بياخد البلاد ميل بتاعته، فلو اخد البلاد ميل بتاعته من انفكتد هوست سواء بقى كان الرات او الهيومن، فهياخد مع البلاد الريرسينيا بيستس. تمام، اللي هي الكاستف اورجانيزم بتاع البليك. الاورجانيزمز ديت الاورجانيزمز دي رابيدلي مالتبلاي، بيحصل لها مالتبلاي رابيدلي. تمام، مع البلاد كلوت اللي هو البلاد ميل هو بيبقى واخد بلاد، فبيحصل بلاد كلوت مع المالتبلاينج اورجانيزمز مع فايبر نتورك، فبيحصل بلوك للاستومك بتاع الفلي. تمام، وصلت كده؟ يعني انا دلوقتي اهو فلي واقف على انفكتد هوست عنده البليك، فبالتالي هيكون عنده في البلاد بتاعه اليرسينيا بيستس اورجانيزمز. تمام، فهاخد البلاد ميل دي ومعاها طبعا الاورجانيزم، الاورجانيزمز دي رابيدلي مالتبلاي مع البلاد كلوت بيحصل مع فايبرين نتورك، فبيبدا يحصل بلوك للاستومك بتاع الفلي، ما بيقدرش تبقى واقفاله كده في الاستومك، ما بيقدرش يهضم البلاد، وبالتالي ما بيقدرش يشبع حاجته، ويحصل ويفضل عنده احساس ان هو هانجري وجعان، وبيحصل نيرفس اريتابيليتي عنده، ويفضل يتنقل من هوست لهوست سعيا وراء ان هو ياخد البلاد ميل بتاعته ويشبع. ففي خلال الوضع دوت او ما بيعمل يرجع البلاد اللي واخده دوت اللي فيه الاورجانيزم ده ان انذر بيرسون، فبالتالي بيدخله والبيرسون ده بيكون هيلثي، فبيدخله الانفكتد بلاد وذ اليرسينيا بيستس، فبيعمل ترانسميشن. ملخص الكلام ان المود اوف ترانسميشن بيكون عن طريق الفوميتاس بتاع الفلي، فجت من هنا مصطلح البلوكد فلي. بلوكد لانه بيحصل بلوك للاستومك بتاعته، ما بيقدرش يعمل يشبع حاجته من الفيدنج، وبيبقى هانجري وعنده نيرفس اريتابيليتي، فبيبقى في تراينج تو تيك بلاد ميل فروم ميني بيرسونز، فبالتالي بيعمل ريجورجيتيشن وبينزل الفوميتاس بتاعه للهيلثي بيرسونز دول مكان البايت اللي بياخد منها البلاد ميل، فبيدخل الاورجانيزمز ديت في جسمهم، فبيساعد على انتشار الديزيز. ليه اخترنا الزينوبسيلا او ليه قلنا ان موست كومن فلي طيب هو الزينوبسيلا؟ لان بتكون لها نارو استومك. تمام، تمام، ده بالنسبه للبليك. تاني ديزيز بتعمله ترانسميشن هو الانديميك تايفس فيفر، ماشي، او بنقول عليها الميوراين تايفس، من اسمها دي موجوده في الريتس كوزد باي، يعني مع الكوزد في اورجانيزم عندنا اللي هي الريكتسيا موزيري. الطيب اوف ترانسميشن برضو بيكون بروباجيتيف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن هنا لا بيختلف، احنا في البليك قلنا عن طريق الفوميتاس، عن طريق ان هي بتعمل ريجورجيتيشن للبلاد ميل اللي فيها اللي هي فيها الانفكتد اورجانيزمز دي. تمام، لا هنا
في حاله الانديميك تايفس فيفر لا، المود اوف ترانسميشن عن طريق الستول اوف ذا فلي، بينزل الاورجانيزمز في الستول بتاع الفلي وبتخش للبيشنت ثرو بايت وونت اور اني ابريجن ان ذا سكن، الميوكاس ميمبرين اوف ذا نوز اند ماوث. تمام، فالعيان ده بيجي عنده هاي فيفر وعنده باك ايك وعنده كونجستد فيس اند سكن ايربشن. تمام، يبقى خلصنا من اول حاجه في الميديكال امبورتنس اللي هو الترانسميشن، عمل الترانسميت للبليك وعمل الترانسميت للانديميك تايفوس فيفر. قلنا البليك ترانسميتد باليرسينيا بيستس عن طريق بروباجيتيف ترانسميشن، والمود اوف ترانسميشن عن طريق الفوميتس. على اليمه الثانيه الانديميك تايفوس الكوستيف اورجانيزم اللي هي الريكتسيا موزيري، التايب اوف ترانسميشن برضو بروباجيتيف ترانسميشن، والمود اوف ترانسميشن عن طريق الستول اوف ذا فلي، فبيعمل كونتامينيشن لو في اي ابريجن في السكن، لو في بايت ووند او بيخش عن طريق الميوكاس ميمبرينز او عن طريق الاي النوز الماوث وهكذا. تمام، نيجي بعد كده قلنا انترميديت هوست وشرحناه، وقلنا ان اللارفي بتاعت الفلي بتكون انترميديت هوست للداي بليديام كاناينم والهايمينوليبس ديمينيوتا. تمام، نيجي بعد كده لكوز ديزيز البوينت رقم 3، ايه الديزيز اللي الفلي بيسببها او هو بيبقى السبب فيها، مش بيعمل لها ترانسميشن، لا كوز ديزيز. عندنا تو ديزيز، اول واحد فيه اللي هو الفلي ديرماتيتس، طبيعي نتيجة البايت بيحصل شوية ديرماتيتس في السكن، ممكن تقلب السكراتشز اللي بتحصل وبيحصل ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. دي سهلة خالص، اي حشرة او اي ارثروبود بيعمل بايت بيقرص لازم يكون فيه ديرماتيتس. طيب الديزيز المهم جدا التاني اللي هو جيجرز ديزيز او بنقول عليه التانجيزيز. الجيجرز ديزيز ده مهم جدا كديزيز كوزد باي فلي. في نوع اللي هو التانجا اللي اتكلمنا عنه في الاول اللي بتعمل الديزيز ده، الميل ولا الفيميل؟ لا، لقوا ان الفيميل تانجا هي اللي بتعمل الديزيز ده. بتعمله ازاي؟ بتيجي بتوين التوز بين اصابع الرجلين وتعمل بنتريشن للسكن. تمام، ما بتخشش جوه السكن بكامل جسمها، والبوستيريور بارت بتاعها ريمين اوتسايد يعني بيفضل بره، يعني بتخش تشق كده جوه بتوين التوز وتفضل جوه، والجزء اللي بره بتاعها البوستيريور موجود بره تو ديبوزيت الاجز عشان تضع الاجز بتاعتها، والاجز هتنزل بعد كده بالتبعيه تقع على الجراوند وتكمل كومبليت اللايف سايكل بتاعتها. طول ما هي موجودة وترشق جوه السكن بتوين التوز ما بتطلعش الا لو عملنا لها احنا سيرجيكال ريموفال باي فورسبس، بجيب فورسبس واقوم شايلها ومكان الخرم اللي عملته بتوين التوز ده احط انتيبيوتيك واعمل له دريسنج والموضوع ينتهي على كده. لو ما اخدش باله العيان وفضلت موجوده بتوين التوز بتاعته وعماله تعمل بنتريشن للسكين بتاعته، فالعيان ده هيبقى عنده السرز وهيحصل فيها سكندري بكتيريال انفكشن، وممكن هي ذات نفسها من كتر البلاد ميل اللي عماله تاخده وفي نفس الوقت هي ما بتقعش موجوده فبيحصل لها رابشر وبيحصل لها دس، فممكن يحصل كلوز للكابيلاريز اللي موجوده في اللج بتاعت العيان ده ويجيلنا بحالة جاز جنجرين، بيجي بجنجرين في الرجل بتاعه. يبقى الموضوع ده لو اتلحق من الاول الديزيز ده واكتشفوه وراح، بنعمل سيرجيكال ريموفال للطنجة دي، بنطلعها بنقولها اطلعي بقى كده، ونقوم دهنين انتيبيوتيك وعاملين له دريسنج. تمام، لو الموضوع تطور وما فضلت موجوده وفضلت تعمل بنتريشن هتعمل السرز وسكندري بكتيريال انفكشنز ويبقى في سيلولايتس وممكن تموت ويحصل لها رابشر وتعمل كلوجر للكابيلاريز اللي موجوده في رجل العيان ده، ويجي لي حاله بتكون كومبليكيتد بيكون عنده جانجرين. تمام، يبقى ده اهميه الديزيز في الحته دي، ان هو لو اتساب ممكن يجيب كومبليكيشن كبيره زي الجانجرين. يبقى ده كميديكال امبورتنس عندنا شرحناها للفليز. هنرجعها سريعا كده مع بعض، قلنا ترانسميت كوز انترميديت هوست، ترانسميت البليك والانديميك تايفس،
كوز الديرماتيتس والجيجرز ديزيز. وي انترميديت هوست لتو سيستودز خدناهم قبل كده الدايبلاديام كاناينم و الهايمين ولبس ديمينيوتا. تمام تمام. اخر حاجه عندنا ازاي نعمل كنترول. بنعمل كنترول الادلت واللارفا ستيج بنعمل سبراي بانسكتيسايدز، بنرش انسكتيسايدز. تمام ليه انا قلت الادلت واللارفا بنرشهم ما قلتش البيوبا؟ زي ما اتفقنا واتكلمنا في اول المحاضره ان البيوبا كفرد باي اكوكون بيعمل لها بروتكشن من الانسكتيسايدز دي. عشان كده يفضل انا لو رشيت ارجع بعد من 3 ل 6 شهور ارش تاني المكان ده، ممكن البيوبا بعد يحصل تطلع منها الادلت ولوز الماتيريال اللي عليها دي وممكن اتخلص منها. تمام. وعندنا لو في انفكتد دوجز اند كاتس ار تريتد باي 3% سوليوشن من الكريزول. يبقى هو الكنترول في تشويز عندنا في الفليز عموما بستخدم الماده اللي بنقول عليها اللي هو الكريزول. تمام تمام. دي بالنسبه لمحاضره النهارده كنا بنتكلم فيها عن اوردر سيفونيبترا اللي هم الفليز. محاضره سهله وبسيطه واتمنى تكون استفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.